القضية اللي أنا أعتقد أنه أكثر من الخسائر اللي تكبدها هو أول مرة يولي مهزوم هارب أمام القطعات، وهذا اللي أعتقد الموضوع والاختلاف الجوهري اللي بالمعارك اللي صار. الأعداد أغلبها هربت إلى خارج تل الأحفر، شافوا عزم وقوة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي اللي متوجه لقضاء تل الأحفر وأدى إلى هروبهم. مجموعة من الضربات الجوية اللي كانت موجعة لهم، تقدم القطاعات بهمة عالية أدت إلى هروبهم وانكسارهم أمام القطاعات، والحمد لله أنجزنا مهامنا خلال 7 أيام بالمحور الغربي المتمثل بقيادة قوات الشرطة الاتحادية الرد السريع وأبطال الحشد الشعبي. الحمد لله الساعة 8:30 هذا اليوم أكملنا تحرير غرب مدينة تل الأحفر، ونحن بانتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة إذا طلب من عندنا التحرك في أي مكان حتى نكون جاهزين. عدة خسائر عديدة من ضمنها قتل أكثر من 236 إرهابي ضمن هذه العملية التي استمرت 7 أيام.